نتكلم النهارده على انواع سلس البول الاقل شيوعا. سلس البول المختلط او الميكسد انكونتيننس، وهذا النوع هو الاقل شيوعا من انواع سلس البول. استظهر فيه اعراض بتجمع اعراض سلس الايجابي وسلس البول الملائم. على سبيل المثال، قد يتسرب البول اثناء عمليه السعال او العطس بكميات متسفه جدا اثناء تمرير البول. في حاجه اسمها سلس البول الفيضي او الاوفر فلو انكونتيننس، السلس الفيضي، ويسمى ايضا احتباس البول المزمن، ويحدث حين لا يستطيع الشخص افراغ المثانه بشكل كامل، مما يؤدي الى فرط امتلاء المثانه وتسريبها بالبول بلا تحكم، وقد يزداد حجم المثانه حينها وعلى غير المعتاد. واذا كان لديك السلس الفيضي فقد تشعر بان مثانتك ليست فارغه ولا يمكن تفريغها رغم المحاوله، ويقتصر الامر على ظهور فترات صغيره خارجه من البول، وذلك بفعل المحاولة المتكررة. في حاجة اسمها سلس البول الكامل أو التوتال انكونتيننس، وهذا النوع قائم على تمرير كميات كبيرة من البول بشكل شديد ومتواصل حتى أثناء الليل، كما وقد تتسرب كميات كبيرة من البول بين الحين والأخرى، وكذلك تمر كميات صغيرة من البول المتسرب بين تلك الفترات. نكمل المرة الجاية، مع السلامة.